الحاجات اللي رمضان صبحي قالها وهو بيتكلم عن نادر شوقي، ان ايوه انا في وقت من الاوقات في التفاوض حسيت ان نادر شوقي مش معايا، ان انا ان نادر ان نادر يعني لما جت الكلاش بيحصل انا والنادي الاهلي حسيت ان هو واخد السايد بتاع النادي الاهلي. ده هو قال كده يعني، انت عارف بص، قصة رمضان دي قصة شائكة قوي يا ميدو اصلا. فبس انا مش هكلمك. انا هحاول اخد الحتة اللي انت بتقولها اللي هو قالها. طبيعي جدا ان هو يجي له الاحساس ده، طبيعي ان هو يجي له الاحساس ده، بس هو مش حقيقة. طب ليه طبيعي ان هو يجيله؟ لان طب انت ليه لان هو في الوقت ده كان مش موجود جنبي، كان بعيد عني، كورونا وبتاع كان بعيد عني، كان في يعني اعتقد ان قاعد يسمع كلام كتير قوي، واعتقد ان الكلام اللي اتقال له كان ضدي انا شخصيا غالبا، واعتقد ان هو كان الكلمه حتى انا في وقت من الاوقات ما كناش بنفهم بعض من كتر ما هو يعني ما وانا يعني خلاص وصلت العلاقه ان احنا هو يعني حبيبي وكل حاجه، قفل ودانه يعني، خلاص 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 هو مش عايز يسمع. في ناس عكرت العلاقه بينك وبينه اكيد اعتقد اصلا مش في يوم وليله يعني. انا رمضان عرفه بقالي 5 سنين، ومن ساعه ما كان موجود في الاهلي لما رجعت من بلجيكا وقعدت انا وهو وعماد وحسام واتكلمنا على مستقبله. اعتقد ان احنا زي ما بقول لك في خلال 5 سنين ما اعتقدش ان انا قصرت في حاجه خالص. فالحته بتاعت النادي الاهلي وبتاعت لا مش هاخد ساعه النادي الاهلي بفاكتس، فاكتس بتقول ان انا قايل للنادي الاهلي ان انت تطلع بره، مش هتقعد في النادي الاهلي. يعني النادي عايد الاهلي عارف، وجبت الاوفر انا بعته لك بتاعي شفته انت تركيا بتاع تركيا بتاع ليه النادي الاهلي ما عملش وهو بيعمل ال ايه وهو بيعمل اللون، ليه ما عملش اوبشن تو باي؟ ليه انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم. هقول لك ليه بقى، ساعتها قالوا لي ان يعني الكلام اللي انا اتكلم اللي فهمته يعني ان رمضان هو اللي مرضيش ان يبقى فيه اوبشن تو باي. اول حاجه خليه رمضان، اول ما بنيجي على ترابيزه المفاوضات رمضان ما بيكونش ليه دعوه خالص، انا اللي بتفاوض كويس، باخد رايه طبعا وكل حاجه، لكن الاوبشن تو باي بالنسبه لواحد طالع من مصر ب 5 مليون وبعد كده متباع من ستوك لهدرسفيلد ب 6.5 مليون، انت الاوبشن تو باي ده قبل الكورونا انت بتتكلم انت عايز خدماته لفتره معينه عشان يسندك في حته معينه وبعد كده يطلع، انت مش عايز تخليه يرجع مصر تاني، فما حطش اوبشن تو باي. ولا اللي هناك قالوا ان هم يتحط اوبشن تو باي. هل انت اللي طلبت ان ما يتحطش اوبشن تو باي؟ انا طلبت والنادي اللي هناك رفض، بلس ان النادي الاهلي ما كانش يقدر يحط اوبشن تو باي. يحط كام؟ يحط 8 يحط 9؟ ما هو ده برضه حاجه ارقام انا ما برضاش برضه ان نادي مصر يدفع المبالغ دي، فاهم؟ احنا بنطلع بنصدر عشان ندخل فلوس مفروض مصر، تمام؟ فانت النهارده هتدفع المبلغ الرهيب ده عشان ايه؟ الثمانيه ولا التسعه ولا هتدفعهم ايه؟ ما ده اوبشن تو باي صح؟ فبالتالي وكمان كل الكلام ان هو بره مش موجود هنا في مصر يعني خالص. رمضان كان راجع النادي الاهلي من الاول، خلينا اقولها بصراحه، ان هو راجع ان هو تو باونس باك وان هو صح. يرجع اوروبا تاني، ان هو ينط صح. تاني يركب الترامبولين ويرجع صح، ينط ويرجع تاني. يعني انا وافقت في الحته كان دي، واخد الاهلي مرحله انتقاليه الاثنين واخدين الاثنين واخدين بعض عشان ما حدش يقول ان حد بيستغل التاني. الاثنين واخدين بعض، الاهلي كان في حاله فنيه تستدعي ان رمضان يرجع لو هو عنده الحته نعرف نقنع الناس هناك انه يرجع. وخلي بالك دي مش سهل، حاجه سهله انا قلتها كذا مره، ان انت تقنع نادي انجليزي ان الولد ينزل مصر تاني عشان الماركت فاليو بتاعه هينزل، وانت عارف الكلام ده كويس، تمام؟ فبالتالي بناء على رغبه رمضان هو جه هنا عشان يباونس باك زي ما انت قلت، راح جاي هنا عشان يثبت ان هو قادر ويلعب ال 90 دقيقه بتاعته وبعد كده يطلع بره. ولا هو وده ده تفكير طبيعي على فكره، مش حاجه غلط. وجددنا العقد تاني. لا بالعكس، انا شايف ان التفكير هايل. يعني انا من جهه من جهه رمضان انا شايف انه تفكير هايل طبعا، وانا لو مكانه ممكن اعمل كده، انما من جهه النادي الاهلي انا بصراحه لو انا مسؤول في النادي الاهلي هاصر ان يبقى فيه اوبشن تو باي ليا. اما اكون طبعا انت بتتكلم صح، بس أيوه. هتجيبه هتحط الاوبشن تو باي، هحط الاوبشن تو باي. انا النهارده مثلا هم مثلا بيفاليو او هم بيقيموا رمضان صبحي 6 مليون باوند صح؟ انا هاخده دلوقتي مثلا ب 2 مليون باوند اعاره سنه ونص، وتخصم وحط 4 مليون اللي هي كذا. ليه؟ عشان النهارده انا عارف ان في قوة شرائيه اخرى ممكن تكون موجوده في مصر، ممكن تكون موجوده في دول موجوده. صح يا ميدو، انت بتتكلم صح جدا في الفاكتس طبعا، على ارض الواقع انت صح جدا، بس هو مين كان يفكر ان انت وانت بتعمل العقد اللي هو ما بين النادي الاهلي وهدرسفيلد اللي هو جاي الاثنين يساعدوا بعض، وتفكر في يوم من الايام ان في نادي مصر هياخده؟
انا الكلام ده كان زيرو على فكره. بص ممكن الزمالك يخش يحاول ياخده على فكره، الزمالك اصلا عرض يا ميدو، وهي طيب. القصه ما هو ده اللذيذ في الموضوع. انا بقول لك انت اديت فرصه، انت لما حطيتش اوبشن، لما ما حطيتش اوبشن كنادي انت حطيت قصدي على النادي، النادي الاهلي، انت اديت فرصه ان ناس تخش تزايد عليك حتى لو هي مش عايزاه. يعني انا لو النهارده، انا متاكد، بص انا متاكد 100% لو مسؤول النادي الاهلي رجع بيهم الزمن ان هم يحطوا اوبشن تو باي. بص انا ما اعتقدش. ازاي ما اعتقدش ان انت الاوبشن تو باي بتاع، انت صح انت في الناحيه التعاقديه زايد عليك، في الناحيه التعاقديه انت صح، لكن الموقف كل كيس باي كيس. انت يعني موقف كان رمضان كان لا يستدعي ان انت تحط اوبشن تو باي، بالرغم انت الالف بي بتاعتك لازم تحط اوبشن تو باي كويس، لان السيناريوهات كلها ما تقولش ان في اوبشن تو باي ولا حد هيخش. مين اللي هيخش؟ ليه يا نادر؟ مين اللي هيخش؟ يعني انا واحد اي حد بيقول لك الزمالك بلاش بيراميدز، حتى لو الزمالك عرف هو هيسيب الاهلي يروح الزمالك ليه؟ يعني انا يعني ليه؟ مش شرط، اسمعني، مش شرط، مش بقول ان رمضان هيروح الزمالك. انا فاهم، انا بقول ان الناس بتاع هارد سفيلد دول لا يعرفوا الزمالك ولا اهلي، صح؟ طبعا. ممكن في وسط النيجوشيشنز وانا شغال يروح داخل الزمالك يروح قال يا جماعه انا هدي، انا هدفع لكم 7 مليون باوند، هدفع لكم كذا، فانا عليت على نفسي، اديت فرصه لاي حد حتى لو 10% ان هو يزايد عليا، انما انا من الاول وانا بستعير. لا على فكره انا ضد ان انا استعير اي لعيب من غير اوبشن تو باي، انا في كل الكيسز. انا لو انا راجل النهارده سبورت دايركتور ساعات بتضطر، ساعات بتضطر يا ميدو، انا لما كنت في الجونه برضو ساعات بتضطر ان انت تعمل لونز عشان تبني فرقه وعشان تعمل حاجه معينه. والقصه بتاعت رمضان كان كل المايند سيت بتاع الناس كلها اللي على الترابيزه ان هادرسفيلد فنيا مش هيستفيد من رمضان، فنيا ضخمته كده، طب هينزل مصر وهتبيعه بقد كده، فده وجهه نظر النادي. رمضان باصص ان هو هينزل ويرجع تاني او هيطلع اي حته تانيه بره. ان انت تحط اوبشن تو باي في عقد بتاع النادي الاهلي معناه انت لازم ترجع مصر تاني، صح؟ مش شرط. وفي وقت لا اوبشن تو باي ده انا ممكن ما استغلوش. ايوه ممكن، انا ممكن بس انت ممكن انت كلاعب وكايجنت. انا فكره انا ما كنتش بمثل النادي الاهلي هناك، انا كنت بمثل اللعيب. ايوه لا انا قصدي في النادي الاهلي، انا ممكن ما استغلوش، بس انا على الاقل ضمنت في جيبي ان انا اللعيب ده لو انا عايزه هدفع. اقول لك حاجه، بقول لك مثلا انا انا ليه اعرض لعيب في فيترينتي لحد تاني؟ ده اللي انا بشوفه. دي بس ما هي دي النقطه بقى، هي دي النقطه، ان ما كانتش هي دي الكيس. الكيس بتاعت الجونه كيس تاني، او كيس بتاعت الاعراض كيس تاني، لكن كيس رمضان ما كانش فاترين، هي كانت اعاده. مش بتكلم على الجونه، سيبك من الجونه، بتكلم على الاهلي ورمضان. هو رمضان ما كانش فاترين، الاول كان فاترين، لكن دلوقتي مش فاترين، هو جاي يساعد وماشي، والاهلي جاي يساعد وماشي. هو كل هو القصه كلها هنا. 22 سنه، انت 22 سنه، انت كنت بتلعب فين في 22 سنه دي؟ لا كنت بلعب في روما. طيب وانت النهارده 22 سنه وتطلع انجلترا، هل انت عندك مثلا بتاعك انت حتى ما رجعت من ميدلزبورغ الزمالك، هل تتخيل وانت عندك 22 سنه هتقرر ان انت تقعد في مصر؟ انا كلمك عليك انت. طب اقول لك حاجه؟ قول لي. اقول لك حاجه؟ وانت ماشي. كان معروض عليك قد كده. طب اقول لك حاجه بس؟ تمام؟ اتفضل. افرض ان انا النهارده تمام؟ انا النادي الاهلي جبت رمضان ان هو يلعب معايا سنه ونص وتألق في البطوله بتاعت الاندر 23، وده اللي كان مطلوب. اسمعني، وجه النهارده نادي ليدز يونايتد استفاد من شاف رمضان، او نادي اتلانتا، او نادي سامدوريا، او نادي بتاع، والنهارده شاف رمضان صبحي وراح داخل هو حاطط 7 8 مليون يورو او 7 8 مليون باوند لهادرسفيلد وخد رمضان وطار. انا استفدت ايه من القصه دي؟ لو انا حاطط اوبشن تو باي، اسمعني بس، لو انا حاطط اوبشن تو باي بالسته، كل الفلوس الزياده انا اللي هكسبها. انا كنادي الاهلي انا اللي هكسبها. بس هل انت بقى كنت هتعمل انا فاترينتي انا مش فاترتهم هم؟ صح. بس هل انت تفكر انت بالتفكير اللي احنا اللي موجود، هل انت فاكر ان انا هشتريه عشان ابيعه، ولا هشتريه واخليه قاعد معايا؟ لا انا النهارده ده ولد اقتصاديا، انا بتكلم تجاريا، بتكلم ولد لعيب دولي. أيوة. ده لعيب دولي ممكن مره واحده توبوم، ممكن النهارده مره صح. تمام. انا اقول لك حاجه، انا لو سكاوت بتاع حد في نادي كبير وكانت اوقات طبيعيه ومفيش كورونا وبتاع، ولو شفت رمضان صبحي ممكن اخد قرار ان انا ممكن ادفع فيه رقم، لان صح. هو لعيب بوتنشال عالي جدا صح. لو طيب. شفت بتاع، فانا النهارده ليه النهارده انا حطيته في فاترينه هادرسفيلد ايا كان مين اللي استفاد في الاخر؟ انا مش قصدي، انا ان انا في على الاقل كان انا مضامن ان انا مثلا لو دفعت ال 5 مليون التانيين ابقى انا دفعت 6 تمام. لو جه حد النهارده هياخده ب 10 مفيش مشكله، عايز تمشي يا ابني اشتري انا وابيعه لك. انا فاهم، هاخده وابيعه لك طبعا طبعا. فاهم قصدك، بس انا بقول لك المايند سيت كله ما كانش كده، التفكير ما كانش في الاتجاه ده خالص. طب ايه رايك في طريقه تفكير اداره الزمالك في اعاره مصطفى محمد وبيعه؟ هل انت شايف ان هو كان ديل كويس، ولا كان شايف ان هو ممكن تتعامل بشكل مختلف بحكم خبرتك في الانتقالات؟ يعني لو الاعاره لمده 6 شهور او سنه with option to buy، يبقى اعتقد ان هي حاجه كويسه. لو الاعاره اكتر من كده
وفي اوبشن تو باي ممكن يتنفذ دلوقتي لازم يتنفذ دلوقتي، لكن اعتقد الزمالك اتصرف كويس. بس لو كان في عرض تاني اكتر بفلوس اكتر في لوكيشن اكتر او في 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 بلد تانية زي سانتياغو مثلا او زي اي حاجه تانية، اعتقد ان الموف نفسها كانت تبقى احسن لو راح فرنسا. ده اعتقادي انا الشخصي. مش فاهم يعني انت في رايك ان هو لو اللون 18 شهر لازم كان الفيز تعلى؟ اللون 18 ليه؟ هو اللون 18 شهر. هو اللون 18 شهر ده كتير قوي، ان انت النهارده تقعد 18 شهر على نادي على كودي مش عارف راسك من رجليك كلاعب يور نوت ساتلد. لا بس هم حاطين اوبشن تو باي بقى موجود. هو ده السؤال عشان مش عامل العقد. انا ما اعرفش. لا هو محطوط اوبشن تو باي ان هم لازم قبل شهر 12 يدفعوا الفلوس كويس، اللي هم يفعلوا بند الشراء. هل بقى الفلوس دي كانت اكتر من الفلوس اللي جالهم من فرنسا ولا لا؟ طيب خلاص. لا تقريبا هي دي دي دي, دي 4.5 مليون يورو ودي 6 مليون دولار. طب عدى يعني تقريبا عدى شهر 12 وما فعلوش، ايه اللي يحصل؟ برضه دي نقطه مهمه. لا يبقى بقى اي حد يخش يشتريه هو كده جاي الصاله دلوقتي لازم يفعله البتاع، لان هو خلاص. طب لو ما فعلش؟ لو ما فعلش يبقى اللعيب الزمالك يرجع بقى سنه ونص. ها يرجع بعد سنه ونص؟ مش يرجع. الزمالك بقى من حقه يبيعه لاي حد. هو كويس يبيعه بس هو على قوه جهاز سراي لمده سنه ونص. النهارده انا ما فعلتش، تعالى يا حبيبي اقعد معايا سنه ونص مش هفعل. بس خدت 2 مليون دولار كده ماشي صح. انا بتكلم بقى على اقعد معايا اخد 2 مليون دولار هيبيعه كمان سنه ونص لو جهاز سراي ما خدوش صح. الاوبشن تو باي بقى او يفعله، هل موجود ان هو ممكن من حقه ان هو يستعيد مصطفى محمد بعد السنه دي مثلا او بعد سنه؟ ده اعتقد ان كان احسن ان هو يتعمل في العقد، لان هو عشان ياخده تاني ويبيعه. لو ما فعلش يعني اذا انت ما فعلتوش، لا هتقولي بقى في اخر السنه. لو ما فعلتش فلازم كان لو ده موجود يبقى هايل. لكن لو انا واحد سنه ونص وانا هفعل ولا ما فعلش اصلا جهاز سراي معهمش فلوس، اعتقد انا بدراسه الماركت ان السوق التركي ما فيهوش الكاش السيوله. لا هو السوق التركي طول عمرنا وعارفين. ايوه انت عارف. لا يعني احنا فاهمين عنه حاجه واحده بس، لو رحت نجحت هيطلع لك. صح لو صح ما نجحتش انت صح مش هيديك حاجه. خد في الفيفا معروفه طول عمرها طبعا. فانا يعني انا احب ان هو كان يحط البند ان هو يستعيده لو ما فعلوش، يبقى هو كده استفاد 100%.